بطبيعة الحال اللاعبين ديال الفريق والركائز منهم طلبوا انه يرجع، وتقديرا للمجهودات اللي تيبذلوا، تقديرا لهادشي كله، النتائج اللي حصلوا عليها. فاحنا تقبلنا منهم طلب وعطينا فرصة، نتمنى انه هاد الفرصة يستغلها باش يرجع ويعطي الفريق، لانه عطى الفريق ويقدر يعطي الفريق افضل. نتمنى انه ينضبط ويدخل في روح المجموعة، لانه لاعب ممكن انه يقدم اضافة ديالو.